هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. ليش 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 اشترط الحوثاء عدم حضور الإعلام مباحثات الكويت وعدم التصريح وينزلوا الستائر ويطفوا؟ ليش يحرموا الجماهير من مشاهدة الماتش؟ بيتفاوضوا بالجرامات ولا ايش؟ مفاوضات الاندروير؟ ليش توافق أصلاً الجهات الراعية؟ ليش ليش؟ حمزة الحوثية موجود، قالوا قد بيسموها الفتاة رقم 37 من أيام جنيف واحد، القياس مطبوع بالقبهة من يومها. ما علينا، في جنيف كانت البطولة لفردة حراح هدا في جنيف كانت البطولة لفردة حدا حريمي من رجل ذكرى عراسي، وفي ييل لقط الإعلاميين صورة أبو مصطفى مندوب الحرس الثوري ومحرم وفد الميليشيا في كل المباحثات. طيب في الكويت حنشان الضمان خايفين من إيش؟ ليش مشترطين يطفوا مباحثات قسم عوائل مثلا؟ طيب عملوها زي الحمام، يوم رجال ويوم نساء، البعض قال خايفين من توثيق البتاسة بتتأثر الهنجمة في الداخل بقوة. بعدين ما بيقعش المزيد والمزيد، بتتوقف زراعة المتبردقين، بيتوقف زبيب بني حشيش وكباش بني مطار. ولا كيف؟ بدل ما تشترطوا عدم حضور الكاميرات اشترطوا بس عدم استخدام الواتساب للطرفين وبتوصلوا للنتيجة. وبعد النتيجة كالعادة ما بيلتزمش الحوثي، وزيدي ماء زيدي طحين ويا بغرة صبي لبن صبي لبن. وهلا بالكويت شاب ولا نقص، قصدي يا أش ولا نقص. هدنة وبوار في مواقع وصفحات الميليشيا، بس أما في الميدان خبر ثاني، والله ما وقفت يوم. أنا معترض معترض، يعني هدنة على رأسي ما لقيت فيديو زي الناس نحش عليه. فينك يا شخوة؟ فينك يا برميل الثورة؟ فينك يا أبو عفشفاش؟ حتى انت صعك عوك هدنة ومش قادر تخالف توجيهات ابن فليتا. خلوا مربطاك شبر، ايش من شبر نص شبر بس، ولو هدنا فضايحهم ما تنتهيش. وعلى كل صعيد ولازم تكون على كل لسان، ابن فليتا ديك البرابر في وفد الحوثيين ما عاد ظهرش الا في وسائل اعلام العدوان السعودي، اللي ما عاد اسموش عدوان، قدر راعي السلام والمفاوضات ومراقب وقف اطلاق النار. بكر في جريدة الشرق الأوسط يصرح مبتسا: رئيس مفاوضي الحوثيين للشرق الأوسط سنسلم السلاح الثقيل، قال إن ملف المعتقلين في طريقه إلى الحل ونريد استمرار الهدنة. يا سام، طبعا السلاح الثقيل اللي يتكلم عنه دويدار الحوثي هذا هو السلاح اللي ما عرفش يشلوه، ثقيل أصلا. أما ما بيأيديهم من سلاح الشعب المنهوب من مخازن الجيش ما بيرجعش إلا شغال للشعب، زي ما يحصل من خروق للهدنة في تعز وفرضة نهم وغيره. صواريخ ما وقفت، يعني بيرجع قصف فقط. الحوثي طبعا مستعد يسلم السلاح للدولة بالمفاوضات بشرط صغير ويحل كل الإشكاليات. طبعا الشرط هو انه بالمفاوضات ذاته يكون الحوثي هو الدولة وتتشرعن المسألة. فإن قد حصلت انه يتم التفاوض مع ميليشيا تمثل أقلية إلا في يمن العقائب وذوقية مفاوضات. وش ولا الميليشيا بلعت الدولة اليمنية بكله، بس حنبت في الحلق
إنه ما في شرعية وفي هذه المفاوضات وغيره من موفنبيك إلى الكويت تشيت شرعية الموضوع وما بيتمش، ولأنهم ما يستحوش مستأجلين على إدلال الشعب اليمني كله، لهم سنة ما كملوش توزيع مناصب على السلالة الميليشياوية ذاتها من عيال القاوق لا غير. أي مدير أو رئيس قسم في أتفه وأصغر مرفق حكومي لازم يكون منهم، سيطروا على الجيش وحطوا قرابيع من مثل هذا وهذا وأمثالهم، وعليها تعيينات لسيدي وعيني ما تتوقفش. هذه مثلا أسرة واحدة من بيت المتوكل بمديرية قبله بإب افتضحت تعييناتهم على الملأ من موظفين صغار إلى مدراء، من مدرسين منقطعين إلى وكلاء، من أطباء ما قد تخرجوا السواء إلى مدراء مستشفيات، من ضباط صغار إلى مدراء أمن. وأنت يا قبيلي وخر شوية. وهذا كشف لطلاب التخصصات الطبية المقبولين للدراسات العليا، وثلثينهم من عيال القاوق. وأنت يا قبيلي وخر شوية. أما المبتعثين للمنح فعد وأغلب، يعني المواقع السياسية العسكرية والمدنية والإيرادية كلها تم تغييرها من عيال القاوق. صلوات صلوات. المواقع القيادية كلها مهما صغرت لعيال القاوق. صلوات صلوات. الصنو شق الصانو والقبيلي وخر شوية. لا 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 هذاك زمان يوخر شوية، اليوم يوخر خالص. حاصل ونعود اصمدوا معنا. مرحبا بكم. ها كيف كذا انفع بايقاع قرار مدير عام يا برميل الثورة؟ ما بجمع قاوق في المشقر، وخر وروح قاطل العطوان يا عق والديك علشان يمكن تدخل الجنة. وعلى فكرة من زمانهم على دهنة وفهنة في أفضل مفاصل الدولة، ولا عندنا معانا مشاكل معهم خالص، مواطنين زينا زيهم ولو إنه قسمهم زايد قليل، بس أهم شي التعايش، إنما عند من ومع من. أما اليوم توحشوا بشكل مقرف، أخذوا كل شيء وبقية الشعب ينحرقوا بجاز، هذا إذا لقيوا بالسوخ السوداء طبعاً. وطبعاً المناصب غير الهبر، آخرها 2 مليار من شركة اليمن، وقبلها صفروا بشركة صافر وشركة النفط. وعاد أبو شعفلة حسن زيد زعلان. هيك أسمعوا معي إيش يقول. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. الإمام علي. أيوة والمغزى من قول الإمام علي. نحن شركاء في تحمل المسؤولية وفخورون بموقفنا من العدوان ودعمنا للشرعية الثورية. من يقودك بمجلس الوزراء باسط عليه وعلى مخصصاته وسياراته، وحتى كامل الخوذاني دعسته في الباب، ايش عاد باقي؟ من شباب بيت الكبسي اكثر من 200 شهيد في مختلف الجبهة، ولم اسمع باسم واحد في القرارات التي تصدر وتحسب على انصار الله. كل آل الكبسي مذكفي ورجال دولة. بيت الكبسي قلت لي، ليش هو في كبسي مش موظف في الدولة ومناصب طوال أعمارهم وغيرهم؟ أهلا رميم الضحى، ولم أسمع قرار بتعيين أحدهم مع أنهم من تعز وكلهم كفاءات. وبيت الرميم. حاضر بسيطة ولا يهمك، سجل يا برميل الثورة وشوف فين تكشحهم وشيل الزنابيل عن أبوهم. ها يا أبو شعفلة باقي حد في نفسك ما أخذش منصب؟ قول قول قده الله.
على الخبزي والوزير ومفضل والضحياني والصعطي والعجري عامر الرميمة المتوكل شرف الدين المظهر الجنيد أبو طالب العزية الشرعي الجنج الهادي المؤية جعاب السكار والمحتجي والمجلي والولي والمشكي والمعادري وحميد الدين والعمر المسكي والمنصور والعابد وغيرهم يلعنون ويحاسبون على أخطاء لم يرتكبوها ولا على أقل لهم بها ولم تحدث بعد ويقدمون الشهداء ويتم تجاهلهم تماما. أيوة دول كلهم ها من فين نجيب لهم مظاهرات؟ يخرب بيت أهلك، كل دول لازم لهم مناصب لأنهم قاوقات. اللهم صلي على محمد وآل محمد. فاكرين اتفاق السلب والشراكة؟ فاكرين الكشف اللي حاولوه يفرضوه على الرئيس بتعيينات في 160 منصب من نائب رئيس جمهورية إلى كل الهيئات الإرادية حسب السلب والسراكة وبالصميل؟ أيواو إيش عاد تشتي يا حسن زيد؟ باقي شي مهم؟ مكانتي في قلوب النساء رجل لا يمكن الاستغناء عنه. مكانتك في قلب النساء هي أنك رجل لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، فأنت مهم جدا في كل أمر تقول. الله وعادك تشتي مناصب وقلوب نساء وزارات للقاوغات. فينك؟ فين عايش حياتك وجالس تتمرمر لي بالراحة؟ والموت للقبائل. اطلعوا فاصل قبل ما نلبخ بهذا الرجال الشيبة. قلت لي كل المناصب دي لكم، طيب ودول القبائل؟ طيب كان ذكرت كذا اي حد من هراتي القبائل اللي ضحوا معاكم؟ كذا ذا الرماد ما فيش. قلة حياة للطرف القبائل مش رجال طولة، هم إلا وقود حروب ما لهم عند الميليشيا الحوثية إلا مهمة واحدة. جان ولكن الشعب صامد ومستعد لهم بأي وقت. صامدين وثابتين في الميدان. صامدون ورفض الجبهات. صامدين والله لو يطرق. احنا صامدون مستمرون وصامدون ضد الطواغيت. مزيط المزيط ارزاق موش نعترض حاجة لله. القبائل لهم روضة الشهطاء والآخرة، وعيال القاوق لهم الدنيا وما فيها. وعر كي واحد يفتح لك فوق عر؟ حتى من شركاء مواجهة العدوان، هذا مثلا اسمه كامل الخوداني، مؤتمري موظف بمجلس الوزراء، يعني عند حسن زيد. دعسوه بباب المجلس ولليوم ولا يطب. وهذا عادل الشقاع كتب كلمتين انتقاد لحال البلاد في ظل حكم الإمام اليوم. وفين يوقعك؟ فكلوا هذا وهذا وغيرهم من الرباط. وهذا يعني باحوا إهانة ودردحبة وبحق الرموز باللي خلفوه. والآن قد الاسم الجديد للمؤتمرين مرتزقات الإمارات. مبروك يا أهل الخيل، الصانو شق الصانو. وإيش تحسبوا المؤتمرين سكتوا لهم بس؟ إلا عاملين أنفسهم ميتين، ما بيد حيلة. كان معاهم المبادرة الخليجية وحكومة الوفاق تراعيهم قليل، كل ما غيرت موظف صاحوا استهداف لكوادر المؤتمر. واليوم لا تشقوا الصف، والحوثاء يقولوا لهم يلعن أبو الصف والطلاب زبط النعمة. تخلصت اليمن من جيف وقاذورات السعودية، وإن شاء الله تتخلص من جيف وقاذورات الإمارات. عصر النظافة. عادل الشجاع مثل البوتي صغير بس تقدر تلويه في كل شارع. أول ما أشوفه في السبك يدخل يعلق صورة عفاش أحمد علي أعرف إن... لا هذا ما ينقرش ولا يطلع. نعيما يا مؤتمر يابتوا على الإمارات، باعوا شركائهم في الظهران والحدود وبيكملوا البيع بالكويت فوق قلب التاسع. ما عاد فيش مع المؤتمرين كذا صوت يدافع عنهم إلا محمد المقالح ينتقد الشخوة وفليتة بس بدون ما يظهر حنيته على المؤتمر خالص.
وطبعا بمبررات ثانية. فيك الخير يا أبو شهيط، فيك الخير، يثمر فيك العيش والرز. كانوا يدعون كذبا أن السعودية أرسلت قوافل المساعدات لأسباب إنسانية إلى صعطة، واليوم اكتشفنا أن وجودهم كله في السعودية بين قوسين لأسباب إنسانية، بعد أن التزموا بقلع كل الألغام التي لها صلة بالأخوان المسلمين. أشعر بالشفقة على وجودهم الإنساني بالسعودية، وأمد يدي إليهم بربع دجاجة مشوي وصح رز بلدي، أفضل من كل هذه الإهانة. أوه قوية بصراحة، ربع حبة دقاق. طيب قلنا هنا إيش من دقاق بالضبط؟ يمكن يكون دقاق من حق الحوش، حق أبو عفشفاش. ألو، مرحبا، برنامج ولا نخص معك كان أي هلبيو؟ يوه منك أنت، يوه بس. خير إيش فيه؟ مين معي أول؟ معك مستر مطلع. مطلع ولا منتزل؟ معك اسم؟ بطلق أنا. تقدر تسميني أبو حصان. خير آمر يا مستر، إيش في نفسك؟ أنت اللي إيش في نفسك؟ إيش قصدك؟ دائما تحاول تشك الصف بين الزعيم والسيد. صف كام؟ علمي ولا أدبي؟ من رائد الفصل. شوف احنا ملتزمين بالهدنة، ولا كان شاردت عليك رد قاسي مثل اللي بيردوا عليك أصحابنا في الفيسبوك. آه قصدك رد ناس ما تربوش. طيب لا تردوش عليا، أنا مسكين الله، ردوا بس إلا على أسامة ساري والأهنومي وأبو بارعة، إن استطعتم، اللي لا خلوا فيكم ولا في زعيمكم ولا بقوا. هذا الكلام مش عليك، هذا مش عليك، احنا صف واحد الشرفاء في مواجهة العطوة. مصدر الشرة ايش؟ فا ولا قاف، ما عاد اسموش عطوان، قدوا اعمال عسكرية، يعني عمك عسيري قد اسمه رجل اعمال عسكرية، يعني كمل العطوان وكملت الزفة وصوكم بوار يا مصدر، وانتم خارج اللعبة. احنا الرقم صعب يا صعب. يا صعب. معاك يا صعبي، قد باعوكم بسوق الاثنين وحالتكم اليوم هي الا صعبة، روح اوقف بالصف وقش ولا نقص. انا قلبي بصراحة واقعنا على المؤتمرين، ولو هم كمان صعب ايش استفدت؟ اكبر صعب يا ابو عفشفاش، سلمت الجمال بما حمل وتآمرت على البلاد والعباد، دالحين قدهم بيذكروك بالتفاوضات ساعة نفر اللحقة، نفر اللحقة يا ليل. ايوه واصل، انت وضح، بغت لحقة حنظل وغت لحقة شاهي، هذا اللي عندنا، بعدين بلو مالك نملخبط، ما انا داري نتكلم علواء، نتكلم على الهدنة ولا نتكلم على العصيد اللي عندنا في حضرموت، المهم يلا نحن بنبدأ وبنشوف علوان نتكلم، وقبل ما نتكلم في أي حاجة أي واحد بيزعل من الكلام اللي بنقوله يشيلها من دحين. شش ولا نخص. أول حاجة ما نتكلم عليها اللي هو الهدنة، حطوا في بالكم ده ما يسمونها هدنة، بيسمونها استهبال وتصوار، يعني بالله ايش من هدنة والدشكة شغالة، ايش من هدنة والجبهات ما وقفت غير الجبهة حق الحدود. طبعا اللي يموتون في الحرب يسمونهم ضحايا حرب، بس السؤال اللي يبطح نفسه هنا، اللي يموتون والهدنة شغالة يسمونهم وا اخواننا في السعودية؟ طبعا انتم دارينكم تتعاملون مع الحوثيين، ديلا ناس متعطشة للدم، لا يعقهم هدنة ولا ملة ودين. اليومين دي عندنا في حضرموت الخير أمطار ما شاء الله تبارك الله، لكن الناس لما تجي عندهم أمطار في أي مكان في العالم يفرحون بها، إلا عندنا ما حد يفرح بها، الجهات المسؤولة هي اللي مخلتها أخبار خير، لو جيت تكلمهم يقول لك يلا نحن مشغولين بنفسنا. طيب يا جماعة المواطن ويسوي؟ بعدين السلطة المحلية لو حصل شيء والله شيء يجون لك ويفكوا لسانهم ويقول لك في حضرموت منتشرة الأمراض.
خلنا ساكت افضل. بس صح انه الان الوضع الامطار عاديه والامور بخير، بس نتكلم مستقبلا الواحد انه يحس بكل حاجه. بعدين المواطنين افضل لكم بادروا من نفسكم وتجمعوا وخلوكم يد واحده، لانه ما حد يحس بكم. والملتقيات التطوعيه تشوف شغلها، لانه السماء تنزل مطر بس يا ريتها تنزل ضماير، عشان كذا ما حد بيحس بكم ولا بيجيب يلقيبكم شيء. ريال كذا يطلعون ضغطك. جيب لي فاصل يا ليد 200 ريال وزيد بسباس للمسؤولين. ولا نخص.